ولتسليط الضوء أكثر على واقع مرضى السرطان بعد تقرير مستشفى هيوا في السليمانية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من السليمانية الطبيب والمختص بأمراض الدم وأورام الأطفال الدكتور غازي علي فخر الدين. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. في بعض الأمر أحييك وأحيي جميع المشاهدين قناة الراشدين، وأشكركم على إتاحة الفرصة للتحدث في قناتكم الموقرة. حياك الله، أهلا بك دكتور غازي. كما هو واضح هناك تزايد في نسب الإصابة بالسرطان في العراق بشكل عام وفي محافظة السليمانية بشكل خاص، إلى ماذا ترجعون الأسباب التي أدت إلى هذا التزايد في النسبة بشكل واضح؟ في الحقيقة ليست لي معلومات دقيقة على نسب الإصابة في العراق، ولكن حسب علمي في محافظة السليمانية توجد زيادة في عدد الحالات، ربما بسبب زيادة عدد السكان الذي يتناسب طرديا مع الإصابات بالسرطان. ولكن بصورة عامة تلوث الهواء والماء والتربة الناتج عن انبعاث السيارات والمولدات الكهربائية في المناطق المزدحمة والاستخدام الزائد للأسمدة الكيميائية، إضافة إلى مخلفات الحروب والقصف الكيميائي والأسلحة التي استعملت في الحروب السابقة. ولكن هذه النسبة ليست بالكثير إذا ما تم مقارنتها بدول الكبار، وحتى بعض الدول الأوروبية أيضا. ناهيك أن 35 إلى 40% من مرضانا في مستشفى هيوا في السليمانية ومن محافظات وسط وجنوب العراق، وتقريبا تشكل 10 إلى 15 إصابة لكل 100 ألف شخص، وهذه النسبة نصف مقبولة حاليا. نعم. طيب بحسب مستشفى هيوا للأمراض السرطانية قال إن 10 من مرضى السرطان يدخلون المستشفيات يوميا، وهذه نسبة طبعا كبيرة إلى حد ما، كيف تنظرون إليها وفقا للتقديرات والنسب المقارنة يعني مع دول أو مناطق أخرى؟ والله هذه النسبة حتى الآن هذه النسبة المقبولة بالنسبة للدول الأوروبية وإلى دول الجوار، وخاصة أنا أتكلم عن سرطانات الأطفال، لأن بصراحة أنا في هذا المجال. يا سيدي، لا يوجد حتى الآن سبب معروف وموثق يؤدي مباشرة إلى إصابة الأطفال بالسرطان، ولكن يمكن أن نعزيه إلى الأسباب الجينية أو اختلال بالجهاز المناعي الذي ممكن أن الذي يكون فعالا في إيقاف أي انقسام غير طبيعي للخلايا والتي تؤدي الى حدوث السرطان في الاطفال. وهذا يحدث بسبب استعداد جين او في بعض الاحيان يمكن ان تؤدي العوامل البيئيه الى حدوث هذا الخلل، ولكن في النهايه تبقى العوامل البيئيه مثل التدخين والكحول والتلوث لها دور اكبر في تسبب السرطان عند البالغين والكبار ليس عند الاطفال. نعم. هل يمكن التدخل والتقليل من نسبة التلوث وهو سبب خارجي كما هو معروف وليس سبب داخلي أو جيني يصاب بسببه الأطفال بالسرطان؟ هل يمكن بالفعل أن تتدخل الحكومة أو الجهات المعنية للتقليل من أضرار هذا السبب؟ والله بصراحة إذا ودنا أن نتكلم عن الحلول لوقف المسببات فلا يوجد بصراحة هدف حقيقي لوقفه عند الأطفال، ولكن عند الكبار ممكن اتباع نظام صحي غذائي متوازن ورياضه يوميه والابتعاد عن التدخين والكحول، وحتى هذا الجين النظام الغذائي وهذه الاشياء التي نتبعها لا تؤدي الى تعافي 100%. فنحن عندنا اطفال عمره شهرين، عمره سنه، لم يدخن ولم يشرب الكحول وصاب بالسرطان، واحد الاسباب مثلا. نعم دكتور، نحن نتحدث عن الأسباب الخارجية المعروفة مثل التلوث وغيرها من الأسباب وما خلفته الحروب على سبيل المثال. هل تعتقد بأنه يمكن للحكومة التدخل والتقليل من مضارها؟ دكتور غازي، طيب دكتور تسمعني الآن؟ دكتور غازي لا يسمعني مع الأسف. نعم. دكتور معنا؟ أسمع. حياك الله دكتور. نعم. كنت قد تساءلت عن محاولات أو الجهود المبذولة من الحكومة ومن الجهات المعنية للتقليل من آثار ومخاطر الأسباب الخارجية التي تؤدي للإصابة بهذا المرض، هل تعتقد بأنه لو تدخلت الحكومة والجهات المعنية يمكن التقليل من ذلك بالفعل؟
طبعا اني باستطاعتي ان اخبرك عن الجهود المبذوله في اقليم كردستان العراق. نعم. جهود استثنائيه جهود استثنائيه وخاصه بعد تاسيس صندوق دعم مرضى السرطان الذي يتحمل تكاليف العلاج والعمليات الجراحيه، والان في الوقت الحاضر يدعم ايضا اجراء البحوث العلميه في هذا المجال. وحسب علمي مدير صحه دائره السليمانيه بالتواصل مع وزير الصحه في اقليم كردستان على الخط الساخن 24 ساعه لحل معظم مشاكل مرضى السرطان بالتعاون مع احد المنظمات الغير حكوميه على سبيل الذكر وليس الحصر، منظمه فارس كردستان سيف ذا تشيلدرن، منظمه غير حكوميه تدعم الاطفال بشكل مباشر، اطفال عامه ومرضى السرطان بشكل خاص. نعم. بالمناسبة في كردستان العراق خصص أكثر من 114 مليار دينار للأطفال المصابين بالسرطان، يعني هل تعتقد أن هذا الرقم جيد وكافي للاهتمام بهذا الموضوع؟ في الحقيقة ليس لي علم عن هذا الرقم، ولكن حسب علمي وتأكدي أن ميزانية صندوق السرطان في إقليم كردستان ميزانية جيدة جدا، ولكن المشكلة أن جميع قطاعات السرطان في العالم حتى في الدول المتقدمة لا يمكن ادارتها بشكل جيد وكفو بالاعتماد على القطاع الحكومي فقط، وانما يكون بمساعده المنظمات الحكوميه والغير الحكوميه وتبرعات من الاهالي وميسورين الحال، فيكون لهم دور كبير في دعم هذا القطاع. واحب ان اجيبك علما اننا منذ تاسيس مستشفى هيوا في السليمانيه منذ سنه 2007 وحتى الان لدينا اطباء امراض الدم والسرطانات بكل اقسامهم، ليست لنا عيادات خاصه وإنما نداهم في استشارية حكومية يتم علاج المرضى والتوفير لهم التحاليل والفحوصات وجميع العلاج حتى كشفية الطبيب مجانا، وهذا نعم. يعني من خلال قناتكم رسالة إلى وزارة الصحة العراقية إلى اتباع هذا البنك في محافظة الوسط والجنوب، إنه كثيرا من الثقل على كاهل مرضى السرطان وعوائلهم. نعم، شكرا لكم دكتور غازي علي فخر الدين، طبيب واخصائي علاج الاورام والسرطانات، كنت معنا من السليمانيه.